انتوا ايه فيصتوا ولا ايه؟ انا قلبت الدنيا على رقم 19 ده مش لاقيه خالص. يبقى اكيد موجود في مكان تاني او رقم تاني. مستحيل، الرقم اللي موجود في القصه رقم 19. ياه، هو جدي ده غاوي فرهدنا ودايما يفقع مارتنا بفزلكته دي. استناه ايه من واحد فاضي عمال بيكتب في ميكي؟ راجل تافه اصلا. ما تحترم نفسك ياض انت ياه. ما انت لسه شتمه جدك من شويه. ادعي على جدي وقع اللي يقول امين. انا ما قلتش امين، انا قلت انتوا بتقولوا ايه؟ ده انتوا لو ماشيين في سوق الرواعي مش هيبقى الحوار كده. يا جماعه احنا بندور على كنز، كنز. شوفوا هنعمل ايه؟ انا بقول نفتح الكناتر دي ونشوف كل واحد جواه ايه. نفتح هي علب تونه؟ احنا لو قعدنا نفتح الكناتر هنقعد يومين ثلاثه. طيب ممكن اعرف بس هي ايه الكناتر وانا افتحها؟ بس انا مش فاهم يعني عامله ازاي. ياد ما هي الكناتر هي واد، ده كونتر وده كونتر وده كونتر. لا دي كونتينرز. زورز. كونتينرز مش كناتر. ياد كناتر ياد، مالك طاري كده ليه؟ في كناتر زي الكناتر الخيريه. حلو يا سوسو. هاني شريهان تعالوا شقلبوني. نعم. بقول لكم شقلبوني. شقلبك ده ايه؟ ما تظبط كده. خلاص ما تشقلبنيش، انا عرفت الحل، الحل بالمقلوب. ما فهمناش حاجه يا ابني. سهله وبسيطه، تعالى شقلبك عشان تفهم. تعالى. طب ما تيجي انا شقلبك شقلبه مش هتعرف تتعدل بعدها. انت فهمت ايه؟ مش قصدي على فكره. فهمت اللي في دماغك. لا مش ده اللي في دماغي يا حبيبي. بص انا فاهمك، الكونتينر رقم 61 دوت هو اللي فيه الكنز. مش هتفهم، انت لما تقلب ال 61 دي هتبقى 19، الرقم اللي موجود في القصه زي كل الغاز ميكي. الحل بالمقلوب. يس 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 يس. يس. برافو برافو يا هاني. ايوه برافو جدع يا هاني. يلا يلا. لا انا مش قادر ادخل. ليه؟ اصل انا عندي فوبيا من الاماكن المغلقه. بقول لك ايه، مفيش حاجه اسمها صوبيا الاماكن المغلقه، هي صوبيا الرحماني بس. لا في صوبيا في حاجات كتيره تانية حلوه، بس بصراحه مفيش احسن من صوبيا الرحماني. اللي في السيده؟ اللي في السيده بقى. لا وفي في تاني واحد تاني في شارع المعز. اه ده عنده حلو. وتخلصونا بقى في ام اليوم الاهبل ده. يلا يلا انا همسك ايدك ما تخافش. خلي بالك مني عشان انا بخاف جدا من الاماكن المغلقه، لان قبل كده وانا صغير اصلا اتقفل عليا اسانسير وانا وهو بقى، وانا كنت في الاساس مش لوحدي بقى، كان معايا ايه بقى؟ واتقفل علينا كان معايا شنطه سفر. سبحان الله. وانا برضو وانا صغير برضو كنت بلعب استغمايه فاستخبيت في الفرن وهم كانوا مشغلين الفرن ساعتها. بص هنا حتى هتلاقي حرق كده اهو. وريني كده اهو. لا مفيش حرق، في ريحه خميره. ما كانوا عاملين كيك. اقسم بالله لو ما سكتوش لاديكم بالجزمه دي على دماغكم. وانت ياض يا سيكي ميكي انشف شويه. يلا ادخل. حاضر. يلا ما تخافش ما تخافش. يلا. لا يلا ايه؟ يلا خش. لا ما تخافش ما تخافش. واحدة 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 واحدة. يلا يا هاني. ايه؟ تعالى دور في الصندوق ده انا خايفة. حاضر حاضر. الحق. ايه؟ المكان مطرب قوي. ما لازم يبقى مطرب، انت بتقول ايه يا ابن انت؟ شوف كده الصندوق اهو. شو شو؟ ها؟ فستان الفرح اهو. بس تغسل بس هيبقى كويس. ايه ده؟ ايه؟ لقيتي حاجة؟ مفيش كنز. وفي ده. يلعن أبو كده يا شيخة. ما تلبي نفسك ياض أنت. لا هو مش قصده، هو كان قصده يقول بس يعني إن جدك هايف قوي. ما تحترم نفسك أنت كمان. هو ما يقصدش، هو قصده إن جدك ده ابن. ما بس بقى ياض أنت وهو. وخلينا أتنايل أحل الكلمات المتقاطعة. يا ربي ربنا يسامحك يا جدو. Thank you.
خدت بالك؟ سمعت حاجة؟ اه ايوه سمعت في حاجة. انا ما سمعتش حاجة. ما انت مخدود ليه؟ انت المخدود على فكرة. ايوه لا بقى شفت حاجة صح؟ ايوه شفت، اتخيلت بحاجة بتعدي. يبقى بيتهيألك. يبقى ما انت ما شفتش؟ ما شفتش حاجة. انت كذاب على فكرة. هنخلص النهارده؟ هما الموظفين كده، نيجي نخلص شغلنا يقعدوا يحلوا الكلمات المتقاطعه. لا يا اخويا سبع ايام اجي لها كل عايز الواد اداره تانية ومش عارف. تعرفي ان احنا فينا حاجات كتير شبه بعض؟ اصل انا كمان مدمن جيمز على المحمول. بتحب ايه بقى جيمز على المحمول؟ بحب العب كل حاجه، يعني الطيور الغاضبه، المزرعه السعيده، كيف تحمي التمساح. مفيش لعبه اسمها كده. ازاي دي مشهوره عندنا؟ يديكي شويه ميه وتقعدي تحفري للتمساح لحد ما يوصل للميه يتشطف بيها. واسمها على الستور كيف تشطف التمساح؟ ايوه بس بالانجليزي، كيف تشطف اللاكوست. بقول لك ايه، انت عمرك صاحبت قبل كده؟ يعني في بنت في العالم حبتك قبل كده؟ بصي مني يعني واد امور وشيك، فتلاقي بنات العالم كلهم عليا كده. لا انت شيك قوي بصراحه. ميرسي. عجبك الاصفر؟ تحفه. كنت متاكد، اصله ماشي مع لون شعرك. طب اقول لك حاجه، عارفه كل تقليعات عمرو دياب؟ قول لي بقى انه واخدها منك. لا كنت اقول لك حلوه عادي، انت ليه شايفاني كذاب؟ لا خالص. وانت ما قلتليش انت صاحبتي قبل كده؟ انا صاحبتك كتير جدا. الله، بعشق الست الخاينه. تاخد تشطف التمساح وتسكت شويه حبيبي يا لاكوست. ها يا امي، فهمتي حاجه؟ لا بس اللي فهمته من الكلمات المتقاطعه دي ان الحل في قصة العقد بتاع الجدة بطة. طيب بتحكي عن ايه بقى القصة بتاعت الجدة بطة دي؟ الجدة بطة دي كان عندها عقد غالي قوي، وفي واحد راجل عايز يشتري منها عشان يديه لمراته في عيد جوازهم. العقد ده ضاع، فضلوا يدوروا عليه كتير قوي، وفي الاخر بقى اكتشفوا ان لوز نايم على العقد في المزرعة. كان عامله مخدة يعني. طيب يا جماعة تمام، احنا نطلع على المزرعة واكيد هنلاقي العقد هناك. نطلع على دي في مدينة البط. طب ايه يعني، هي بعيدة مدينة البط دي؟ بعيدة ايه؟ في الفيوم مدينة البط. ابن الفيوم قريب، احنا نركب من الرماية اي حاجة. بس بقى يا دي زريف، انت وهو احنا مش فاهمين حاجة، لازم نلاقي حد بيفهم. ما هو يا اما عم بدق يا اما عم عبدالله. يا جماعة استهدوا بالله، انتوا اليأس راكبكوا ليه؟ احنا نشوف المجلة العدد ده فين؟ فار 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 فار. مين ده؟ يلا يلا نمشي. انا قتلته؟ لا يلا. انا قتلته؟ انا قاتل. لا لا انت مش قاتل، ده كان دفاع عن النفس. انا قتلته ده؟ لا لا ما تخافش، لا مش انت، مش يلا انت. يلا 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 بسرعه يلا. مش حلو اتحرك، حل استنى يا هاني. ها يا امي، فهمتي حاجه؟ لا بس اللي فهمته من الكلمات المتقاطعه دي ان الحل في قصه العقد بتاع الجده بطه. طيب بتحكي عن ايه بقى القصه بتاعت الجده بطه دي؟ الجده بطه دي كان عندها عقد غالي قوي، وفي واحد راجل عايز يشتري منها عشان يديه لمراته في عيد جوازهم. العقد ده ضاع، فضلوا يدوروا عليه كتير قوي، وفي الاخر بقى اكتشفوا ان لوز نايم على العقد في المزرعه. كان عامله مخده يعني. طيب يا جماعة تمام، احنا نطلع على المزرعة واكيد هنلاقي العقد هناك.
نطلع على دي في مدينة البط. طب ايه يعني هي بعيدة مدينة البط دي؟ بعيدة ايه؟ في الفيوم مدينة البط. ابن الفيوم قريب، احنا نركب من الرماية اي حاجة. بس بقى يا واد يا زعيف، انت وهو احنا مش فاهمين حاجة، لازم نلاقي حد بيفهم. ما هو يا اما عم بودو يا اما عم عبد الله. يا جماعة استهدوا بالله، انتوا الياس راكبكم ليه؟ احنا نشوف المجلة العدد ده. فار فار تعالى يا اهبل. فار فار فار. مين ده؟ يلا يلا نمشي. انا قتلته. لا يلا، انا قتلته، انا قاتل. لا لا انت مش قاتل، ده كان دفاع عن النفس. انا قتلته ده. لا لا ما تخافش، لا مش انت، مش يلا انت. يلا 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 بسرعه يلا. مش قادر اتحرك. هاني استنى هاني. اسمحي لي، بما اننا خدنا على بعض وحبينا بعض، اشرط عليك شويه شروط. اتفضل اشرط. احنا عندنا الستات ما بيشتغلوش، الست هنا لبيتها وجوزها واصحابها. اقسم بالله لو جيت في يوم قلت لي عايز اشتغل لاظبط لك حته شغلانه. متشكره قوي. لا على ايه، ما تقلقيش، مصاريفك كلها هتبقى عليا، اكلك وشربك ولبسك، انت بس هيبقى عليكي باقه النت وهدلعك. كومبوت كومبوت. انت عارف يا زيزو، انا والله العظيم عمري ما هنساك وعمري ما هنسى اليومين دول. نيلي نيلي يلا يلا. فين الفلوس؟ هفهمك بعدين. فلوس ايه يا جدعان؟ دي فلوس كده استلفتها منها، هديها لما نرجع مصر. يعني هتقطعوا بعض في الغربه عشان قرشينات؟ وانتوا هترجعوا مصر امتى؟ لازم نرجع دلوقتي حالا. ايه اللي حصل؟ ايوه يلا يا سيف يلا يلا. مش قادر اسوق، مش عارف اسوق. انا قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. ايه ده ايه ده؟ قتلته. قتل مين؟ قتل الوقت يا باشا، اصل انت فاهم الوقت لو ما قتلتوش هيقتلك هو. مش عارف اسوق. خلاص خلاص انا هسوق، انا هسوق. لا ما حدش يسوق عربيتي. هتعرف تسوق؟ مش عارف اسوق. خلاص يبقى تعالى بقى. طيب باي باي بقى يا زيزو. ايه ده؟ هتنتهي قصه الحب العظيمه بسرعه؟ ما عايز بس يعني الحاجه تقابل الحاج. مين الحاجه ومين الحاج؟ الحاج امي تقابل الحاجه بوكي. انت عايز تقابل بابي؟ يا ريت. طيب العنوان ما يتوهش خالص، مجمع ترى سجن المزرعة. ايه ده؟ ابوكي ظابط زميل؟ لا مسجون. ما قلتليش ليه؟ كنت اوصي عليها ابويا. باباك ظابط هناك؟ لا مسجون برضك بس مسيطر. باي 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 يا عسلية. خفش يا سيف. اهدى اهدى. على السلامة. بقول لك ايه، ادوس على انهي زرار؟ انت مش عارف تسوق. لا لا عارف عارف. انت مش عارف تسوق. عارف والله عارف. بالراحة عليه. تنسيش تعملي لي متابعة على الانستجرام. البت وقعت. ايه ده؟ وانا مين هيروحني؟ انا بخاف من الجهاز العملاق ده. يا نيلي يعني مؤاخذة، هما حلوا الكلمات وبعدين قروا القصة؟ مظبوط سعادتك. اه ودي قصة ايه بقى؟ قصة عقد الجدة بطة. يعني ليلة القبض على بطة. القصة نفسها ايه هي؟ صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. زيد النبي صلاة عليه الصلاة والسلام. كانت الجدة بطة تعيش في مزرعة سعيدة، وكانت تجري وسط المروج والزروع وتسبح في البحيرة الزرقاء. ايه يا أبلة فضيلة، انت بتنايب نقطك الا ايه القصة على طول؟ ما اخذ اقولها. انا اسف سعادتك. اتفضل. جدة بطة دي أصلها كان عندها عقد غالي قوي قوي قوي. كويس. وكان في واحد عايز يشتريه منها عشان يقدمه لمراته هدية في عيد جواز أذنه. حلو. لكن للأسف. خير. للأسف تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن. إيه حصل إيه؟ العقد ضاع. 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 لكن لقوه بعد كده تحت واحد اسمه لوز. تحت إزاي يعني؟ زي ما انت فاهم ساعتك. عقد الجدة بطة غالي قوي. ضاع. يا ابن الايه يا ميكي؟ يا ابن الايه؟ خلاص هذا ضاع. محلولة مؤاخذة. خلاص ازاي سعادتك ومحلولة ازاي؟ نروح مؤاخذة للجدة بطة ونجيب منها العقد. ايه ده؟ هو حضرتك تعرف الجدة بطة؟ اعرفها. ايه اللي اعرفها؟ مؤاخذة عز المعرفة. لا لا معرفش حاجة، معرفش.
ما تعرفش ازاي بس يا عم بندق، ده احنا قلنا انت اللي هتجيب لنا الخلاصه. انا قلت ما اعرفش بقى، وما تضغطوش عليا اكتر من كده، انا مش هقول اي حاجه. طب وبعدين ما نروح لبابي يمكن هو يكون عارف. احسن، وان شاء الله مش هتعرفوا، عشان تبقوا تروحوا بورسعيد وتخشوا عليا كده وايديكوا فاضيه. احنا كنا في ايه ولا ايه يا خالتي؟ طب ده المرحوم الله يرحمه ويبشبش التوبه اللي تحت راسه كان دايما ياخدني قريه النورس، وكان يجيب لنا ام الخلول بالكيلو بالاتنين كيلو، ومنين ما نقعد بقى اشري 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 اشري. انا مش مصدقه ذكرياتك المقرفه دي، دي مش حاجه تفتكريها وتفتخري بيها على فكره. يا جماعة انتوا بتتكلموا في ايه؟ احنا لازم نعرف اول ميعاد زيارة لعمه عشان نسأله. طب افرضي رحنا وطلع مش عارف حاجة. ما تفوليش في وشنا يا بنت انت واسكتي. انت بتعمل كده ليه يا عم بندق؟ في ايه؟ يا عم انت بتعمل كده ليه؟ اصلي جده ميكي كان يقصد بالجدة بطة الاستاذة فاطمة النقراشي. انت موطي صوتك ليه؟ اصله كان متجوزها. متجوزها؟ متجوزها؟ الف مبروك. لا لا ما تشغليش بالك انت بالحاجات دي، خليكي بس مركزه مع شعرك الحلو ده. بقولك ايه، ما تقومي افرجك على الكرتون، على حرب البلابل انت بتحبيه. يلا يا حلوه خدوا راحتكم بقى. ها يلا يا حبيبتي لحسن يفوتك. يلا كمان متجوزها؟ مش كفايه مدوخنا وراه باللغز بتاعه ده؟ طب ايه حكايه بطه دي؟ دي كانت نزوه في حياته، اصل في حبه ايام كده كان زعلان مع ماما ميمي، قام الست بطه احتوته اتجوزها سنه، كانت احلى سنه في عمره كله. كان مديها بقى العقد ده اللي في المجله هديه بتاعه الشبكه بتاعتها. العقد ده اصله اثري، ده بتاع الاميره فوزيه. طب هو انت عارف هي ساكنة فين بطة دي؟ اه طبعا عارف. كان هنا الجد بطة ساكنة في سيتي ستارز؟ لا البيت بتاعها كان هنا. يا سلام يا سلام يا اولاد ذكريات، البيت ده كان جميل جدا جدا، وليه جنينه كده كانوا تملي يلعبوا فيها سوا، وفي كشك وكلب، كلب صغير اسمه كان تملي. انا مش فاهم ليه بس بيهدوا البيوت القديمه الجميله دي ويروحوا حاطين مكانها الخرسانه دي. مش ممكن، بلد كلها بقت غابه من الخرسانات. هو انت اخر مره جيت هنا كان امتى يا عم بود؟ من 40 سنه بعد العبور على طول. اوكي طب نسال مثلا الجيران يمكن يقولوا لنا عنوانها فين. جيران مين يا حبيبتي؟ بيقولك ما جاش من 40 سنة، يعني أصلا ما كانش في مدينة نصر. طب هنلاقي فين الجدة بطة دي؟ هو أنتوا عاوزين الجدة بطة نفسها؟ أمال إيه يعني؟ الله، ما تروحوا لها دار المسنين. دار المسنين؟ أيوة، ما قاعدة في دار المسنين. إيه ده؟ طب أنت ليه ما قلتش من الأول إنها في دار المسنين؟ ما أنتوا قلتوا عاوزين بيت الجدة بطة، جبت لكم بيت الجدة بطة. أنتوا لو قلتوا عاوزين الجدة بطة نفسها كنت جبتكم على طول. بصوا أنا عاوز الأسئلة مباشرة ومحددة، أجاوب أنا على طول. واضح إن مش جده بس هو اللي حابب يلففنا، تبعت لنا عم بندق كمان عشان يشيل لنا. طب أنت تعرف فين دار المسنين دي؟ أيوة طبعا. ربنا يستر. طب متأكد إن احنا هنلاقي الست اللي اسمها بطة دي هنا ولا ده من تخيلاتك برضو؟ طبعا متأكد، ده أنا اللي موصل ست فاطمة هنا في دار الشفا بنفسي. ثانية واحدة، دي دار المنى، ار يو شور؟ واتيفر يا بنتي. ايه ده؟ مش ده عم دهب؟ وده ايه اللي جابه ده؟ تعال نشوف. اهلا اهلا اهلا، ازيكم يا بنات؟ ازيك يا عم؟ ازيك يا انكل؟ ازيك يا بندق؟ الحمد لله. ازيك انت عم دهب؟ الله، انت اللي جابك هنا؟ مؤاخذة زيارة يعني. تعرف حد هنا ولا ايه؟ ما انت عارف يا بندق، حبايبي يا مؤاخذة كتير. كنتوا عاملين ايه يا بنات؟ هو مش انت سواق البيجو بتاع اللي وصلنا بورسعيد؟ وانت برضو الجرسون بتاع الباي باي درينك بتاع البنسيون؟
وانت برضو نفس الشخص. اهلا 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 وسهلا، ازاي حضرتك؟ هو انتوا تعرفوا بعض اصلا؟ مين؟ عم دهب؟ لا ده انا لسه بقابله بالصدفه دلوقتي. استاذن انا بقى عشان سايب التاكسي لوحده. استنى افتح العربيه. مؤاخذه اصل بسيب مفتاح العربيه معاه عشان اما اجي داخل مثلا مفتاح العربيه يعني ما تبقاش كده يعني. طب ما تسيب مفاتيح العربيه معايا عشان انا مش هستناك في العربيه عشان الدنيا مش شمس. روح الحته اللي مش على مزاجك استناني فيها يلا. طب مش هستناك تحت العربيه عشان الدنيا مش شمس. ما تستناش في اي مصيبه، تفكر على الله. حاضر يلا. وانتوا جايين تعملوا ايه هنا يا بنات؟ احنا كنا جايين يعني نتفرج على المكان كده عشان لو عجبنا نحجز فيه، لان خالد شريهان حرام كبرت وخرفت قوي. طب هو انا مش كنت قايل لكم برضو اما تكونوا عايزين مؤاخذه اي حاجه تكلموني علشان احلها لكم؟ بس احنا مش عايزين حاجه. بس انتوا لو مؤاخذه تفتحوا لي قلبكم وتقولوا لي على مشاكلكم ايه انا مؤاخذه احلها لكم على طول. ربنا بيجيب مشاكل يا عم ده. مش القصد مشاكل يا بندق، انا قصدي يعني يكونوا عايزين حاجه، بيدوروا على حاجه، مؤاخذة عايزين يسألوا على حاجة. ما نتحرمش منك يا عمو، يلا بينا بقى عشان نلحق ميعاد الزيارة. زيارة ايه؟ مؤاخذة انتوا مش بتقولوا جايين تشوفوا المكان؟ ما انا اقصد زيارة المكان. كده اهو. طب ماشي. اروح انا بقى عشان اشوف اللي مش مستني ده، مش مستني فني ده قبل ما يتوه. انت غبية قوي. اسم الله. قوي. ألف مليون سلامة عليكي. مالك؟ ايه اللي حصل؟ حول ولا قوة إلا بالله. والله يا بنات لسه زيرها من 12 سنة كانت زي الفل، كانت بتاكل صباطة موز لوحدها. لا حول ولا قوة إلا بالله، اللي حصل لك بس؟ فنان معروف من أربع حروف. بندق، أنت إيه اللي جابك هنا؟ أهلاً أهلاً أهلاً. إزيك؟ أهلاً مدام بطل. ازيك يا بندق؟ اهلا اهلا. مين البنات الحلوين دول؟ بناتك؟ لا دول احفاد ميكي بيه. يا حبيبتي دي مدام ايفون زميلتي هنا في الاوضه، غلبانه قوي دايما تنسى مواعيد الدواء. بندق ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ لا دول مش بناتي، دول احفاد ميكي بيه. يا حياتي ميكي، عارفين يا بنات جدكو ده كان خلبوس كبير. هي ازاي بتقول على جده بلبوس؟ قالتش بلبوس، قالت خلبوس، بلاش فضايح. ميكي ده اكتر واحد حبيته في ال 12 راجل اللي انا اتجوزتهم. هو فعلا راجل بيتحب، الله يرحمه بقى. الله يرحمه. بندق يا حبيبتي يا حبيبتي. دي مدام ايفون زميلتي بالشفا يا حبيبتي. زميلتي هنا في الأوضة، ها أصلها غلبانة بتنسى دايما مواعيد الدواء. هي مدام إيفون الدكتور كاتب لها الدواء كل 3 دقايق. معرفش ولا شفت رشيتها. بندق ازيك يا بندق؟ مين دول؟ بناتك؟ لا دول أحفاد ميكي بيه. ميكي يا حياتي عليه، بس أنا زعلانة منه. زعلانة منه ليه بس يا حاج؟ حاجة؟ حاجة إيه يا جربوعة أنتي؟ مين دي؟ دي 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 جربوعة تبقى حفيدة ميكي بيه. قطيعة ما تجيبليش سيرته، الله يكحمه مطرح ما راح. حبيبتي دي مدام ايفون زميلتي هنا في الأوضة. مش عايزة. لا غلبة. لا بقولك ايه، لا هتاخدي يعني هتاخدي، ده انت هتاخدي 2 المرة دي. يا جماعة دي بتقتلها بتقتلها. كفاية كفاية كفاية. بندق ازيك يا بندق؟ الله يسلمك. مين دول؟ بناتك؟ بناتي أنا وشيرين، وأنا جايبه من عشان يزوروكي. اسمعي بقى، احنا جايين عشان نسألك سؤال مهم في موضوع مهم جدا. موضوع إيه؟ العقد اللي اداهولك ميكي بيه فين هو؟ ما أنا قلت لعم دهب، هو ما قالكش؟ لا ما قاليش، احنا عاوزين نعرف منك أنت بقى. العقد اتبرعت بيه للمتحف. متحف إيه؟ حبيبتي لا ابوس ايدك، سيبي مدام ايفون دي ماتت اساسا، ركزي معانا العقد فين. وانتي مالك انتي ومال العقد؟ يا حراميه يا بيئه يا جربوعه، انتي مالك يا بوليس يا نيابه؟ اصبري بس يا حاجه بطه، ما فيهاش حاجه يا جربوع زي بناتك. انتوا مين انتوا اصلا؟ امشي اطلعوا برا. انا بندق. بندق يا حياتي عليك، ازيك؟ بندق كويس جدا الحمد لله، واحنا مش بناته، احنا احفاد مكاوي اللي هو ميكي الله يرحمه او الله يكحمه اللي انت عايزاه. ميكي بقى اديكي عقد انت حطيتيه في المتحف. متحف ايه؟
طب ما تقولي كده من الأول. متحف المجوهرات الملكية، ما هو أصلاً بتاع الأميرة فوزية. يا حياتي دي مدام إيه؟ حبيبتي حبيبتي افتحي بقك يلا إيفون، ما تغلبينيش. بقولك إيه، الحاجة بطة هتخلي الحاجة إيفون تأفور، دي سفة نص الشريط. لا ما تخافوش، إحنا بدلنا الدواء بإيمان دائم. إيفون يلا، دي مدام إيفون زميلتي هنا في الأوضة، غلبانة قوي بتنسى دايما مواعيد الدواء. انتي مين؟ مبتسمة على ايه؟ هو ازاي عم دهب عرف ان احنا روحنا عند بطة؟ اكيد من الرجل اللي كان معاه اللي انتي قلتي انك شفتي قبل كده سايق تاكسي. لما اخذها هوانم الشنط بس عايزين نفتشها. اوكي لا 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 مش بتتفتح كده، هتبوظها يا متخلف. اهي ايه ده، جايبه سندوتشات؟ سندوتشات بس بس اتفضل. يعني تفتكر يعني عم دهب هو اللي مأجر الراجل ده عشان يتجسس علينا؟ ايوه طبعا، واي نوت. ما يلا يا عم انت هتاكلها. ثواني بس، فيها قنبله، خلي بالك في السوسته. ها بس اوعى تمسح بقى الصور دي. لا معايا مش همسح. ماشي انا مبسوط قوي. ليه؟ انت عارف انا بقالي قد ايه ما جيتش المتحف الزراعي ده؟ متحف زراعي ايه؟ هو يا عم المتحف الزراعي ما كله زرع هو ورد اهو. وعشان كله زرع وورد يبقى المتحف الزراعي؟ طب ما في بلاط، يبقى اسمه ايه المتحف البلاطي؟ لا البلاطي دي في الشتاء. يا سلام. امال ده متحف ايه يا عم؟ ده متحف المجوهرات الملكيه. ايوه هو متحف المجوهرات الفلكيه ده، اخر مره جيته كنت في سنه تانية ابتدائي وجاي مع المدرسه. يا راجل انت ما طلعتش رحلات مع المدرسه؟ لا رحت، كنت بروح بنورما حرب اكتوبر والحركه الدوليه مع بعض. ما رحتش مصنع شيبسي؟ رحت، ده كان يوم جامد وادونا كيس شيبسي كبير وقعدت ناكل فيه. ما رحتش مصنع الكراسي؟ ايه ده فين ده؟ لا ابقى اوديه لك انا. ماشي. ايه ده ماشي، حط ال خد منديل اهو. ايه يا وكالة من غير بواب؟ في انت البواب يعني؟ ايوه يا سيدي انا البواب. روح هات لنا سجاير. اروح اجيب لكم سجاير افتشكم الاول. ما يكون معاكم حاجه كده ولا حاجه كده؟ فضل حاجه كده او كده، معادن لانشون او اي حاجه. ليه داخلين ولاد رجب؟ انت لمد قوي، استنى لما افتشك. اهو يا بيه معاك ممنوعات، انت بتزمر. بزمر ده انا مد انتظار. يا بيه لا انت شكلك واكل حاجه فيها معادن. ايوه واكل سبانخ كلها حديد. ده انت لمت قوي، اتفضل يا اخويا. واحنا نسرق حاجه يعني؟ ما كل اللي بيخش بيقولوا كده وفي الاخر بيسرقوا. مش هنسرق يا اخويا. اتفضل يا حبيبي اتفضل. استنى انت عايز ايه؟ انا لمت زيه على فكره. طب ما قلتش ليه كده من الاول؟ اديني بقول لك اهو. اتفضل يا استاذ. شكرا. طب اتدخل للمدين عادي؟ اتفضل يا بيه اتفضل. بصي السقف تحفه ازاي. واو بص بص الله جامد قوي الطقم ده. انا ممكن الاقي مقاسي صح؟ مقاسك يا متخلف، احنا في الشواربي. انا بلبس ميديم عادي. ميديم ايه ده، لبس الملك كان بيصلي بيه الجمعه. يا سلام. طب فين الطاقيه البيضة الشبيكه؟ في ملك هيلبس طاقيه شبيكه؟ ما هو لابس جلابيه اهو. طب تعالى اوريك الكوزلك بقى بتاع الملك. قصدك الكازلك ده؟ لو ملك الكبده. ولا هاني يا شوشو، بقول لك ايه، مش ده بقى النيش بتاع الملكه؟ اصلا يا بنتي كل ده جهاز الملكه. هي الملكة دي بني أدمة يعني كان عندها قايمة مسجلة فيها النيش وكده؟ بس كانت سايبة القايمة مع أمها. انتوا جاهلين قوي. طب يلا 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 تعالوا نتفرج على طقم السين والأركوبال بتاع الملكة. إيه ده؟ الملكة كانت بتلعب أكروبات؟ أكروبات؟ الملكة كانت بتلعب أكروبات، كانت بتشعل على الترابيز، عارف الترابيز؟ البنج. بنج إيه؟ الكسبان على الترابيز. أنتوا بتقولوا إيه؟ أنتوا متخلفين؟ عايزين نسرق العقد ونمشي. إيه ده؟ هو إحنا ما ينفعش نتكلم هنا في المتحف؟ ايوه يعني انا لو جالي تليفون ما ردش؟ طب انا لو لقيت النجفه دي هتقع عليك ما اقولكش حاسب النجفه هتقع عليك. هو ايه وحضرتك بتربي فراخ؟ ما تصوريش ما تصوريش. طب بقولك ايه، هو العقد بتاع الاميره فوزيه هنا؟ امال فين؟ ايه ده، انت فهمت اللغه بتاعته؟ لا ده انت قويه جدا. طب كفايه بقى لحسن هيسرقوا منك اللغه كده، هيلقطوها. جايز العقد ده حلو بس. بسم الله ما شاء الله شكله غالي قوي، ده كله خارج النجف. مش ده بتاع الاستاذ فريد شوقي اللي لقاه في الكتاب ولبسه واختفى
وبقى يمشي مختفي، مثلا تلاقي سجاره كده ماشيه لوحديها تقوم مديه واحد على قفاه، يقوم الواحد ده باصص وراه يلاقي واحد تاني يقوم ضربه على قفاه، تقوم الحفله تبوظ. لا 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 يا سيف، استاذ فريد شوقي كان بيستخدم العقد في الخير. ايوه عشان التعويذه ما تبوظ. مظبوط، احنا كمان هنستخدمه في الخير. متخافش يا عم، مش اصح العقد. وضحكت عليك. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ الراجل ده هيفضل واقف لنا كده، مش هنعرف ناخد العقد. خلاص نقتله. صح. لا مش هقتل تاني، لما بقتل ما بعرفش اسوق، ما بعرفش اسوق. بس يا سيف بس. بصوا انتوا دلوقتي تطلعوا برا، اعملوا اي سين، اعملوا خناقه، اعملوا دوشه عشان الناس تيجي وراكوا. عارفين في الافلام لما بيكون المجرم عايز يخلي البوليس يروح في حته تانية فيرمي طوبه يمين والناس تروح شمال؟ عارفين يعني عايزين نحدف طوب. شريهان انت فهماني، خطيبك بجد غبي قوي. فاهمه اوكي، انتوا اطلعوا وانا سيف هنسرق العقد. انا مش هسرق حاجه. خلاص يا سيف انا اللي هسرق. يلا اطلعوا. ما تسرقي ازاي يعني والناس اللي واقفه ورانا يا متخلف؟ ما تظلمنيش يا هاني. ربنا كشفك يا هانم، بعتني في الوقت المناسب في المتحف المناسب علشان اكشف خيانتك. استر عليا يا هاني. ابدا، هفضحك قدام الناس كلها والتاريخ هيشهد عليكي. الدوشه دي ايه؟ الصوت اللي بره ده اكيد في مصيبه بره. ده انتوا كلكم هتروحوا في ضيقه كده. انت عاشقها يا كلب، كمان بتحلف كذب. اسرق العقد. انا مش هينفع اسرق سيف عشان خاطري. اسرق. حاضر. ايديا بتقف بتتشل لما باجي عند العقد، مش قادر اسرق. خلاص نروح على الواد بالراحة. هو ده اللي انا حبيته، كفايه ان هو صغير وكبير في نفس الوقت ولونه برتقاني وانت لونك ابيض عادي. طول عمرك بتحب الالوان عشان كده بتحب الرجل الاخضر. مستنياه لما يستوي يبقى برتقاني يا هاني. انت السبب يا هاني. انت بتتفرج عليا؟ راقب الناس. مفيش حد. اوكي watch and learn. يا نهار اسود، الامن جاي، هنعمل ايه؟ انتوا بتعملوا ايه هنا؟ يلا معانا. personne ne me touche. je ne comprends pas pourquoi vous me parlez comme ça. je ne suis pas égyptienne, je suis française. نعم. je ne connais même pas cet imbécile. vous pouvez le prendre si vous voulez. il sait tu n'existais pas. انت عملت مش شانزليزيه عشان لابسه برنيطه؟ انا كمان مش مصري لكن اخاب مصر كتير. وخيات الحسين، اسمعوني، انا كوستا، كوستا اليوناني. رين تليليلين تليل، انا كوستا، اسمعوني، انا عايز الكونسول بتاعي، انا كوستا اليوناني. يا نهار اسود. جدعه يا بنتي يا نيل، لا انت طلعتي بنت ما جابتكيش ولاده. انا مش فاهمه انت بتقولي ايه، بس اجاز بتشكري فيا، انا ذكيه جدا عامه. ثانك يو. مش وقت تثبيت في بعض يا اخوانا، المهم دلوقتي هنعمل ايه في موضوع العقد؟ يا ده انا مش قلت لك بلاش الفحم اللوكشه ده، نتورلي سماسي. حاضر يا معلمه. والله ما انا عارفه هناخد العقد ازاي، ده المتحف عليه حراسه طول النهار. خلاص نخش بالليل. يا تصدق فاتتني دي، فكره ذكيه برضو. صح، واحنا داخلين بقى نقول لهم ايه يا اهبل؟ داخلين نقيل عندكم ساعتين؟ حتى لو عرفنا ندخل بكميه السكيورتي اللي موجودين دول واتقفشنا جوه هنتحبس. وش انت عبيط؟ خليك انت بس في ميه السلطه اللي بتشربيها دي. ده ديتوكس يا متخلف. ايه ده، خمره؟ جرى يا شوشه بتسكر كده واحنا قاعدين؟ بس يا جاهل، ده ديتوكس. قوم افتح الباب. ايه الديتوكس ده، منظف يعني ولا ايه؟ بقولك ايه، هو الديتوكس ده اكيد مش خمره؟ بلاش جهل بقى. اوكي سوري. كفاره عم سيف، تعالى تعالى بنضرب ديتوكس، تعالى.
هاي سيف. انا تعبت خلاص، انا عمري في حياتي ما دخلت اسم، عرفتكم بقالي اسبوعين بس، دخلت الاسم مرتين، اتضرب واتهان واخد بالجزمه، والظابط ما مشانيش غير ما قعدت اعيط وقال لي روح يا هبل كده. لا وكلكم اللي عملتيه في المتحف كوم، عملت ده ليه ده؟ لو جيمي بيغو كنتي وخدت بعدك ومشيتي وسبتيني؟ ايه يا سيف، كنت عايزني اتحبس معاك يعني؟ بص يا نيلي، انا معاكي في اي حاجه بس ما تكونش فيها خطر على حياتي ولا على سمعتي. خلاص سوري. ولا اخش اسم شرطه. قلت لك سوري. ولا اشوف ضباط. ممكن تقعد بقى لو سمعت عشان ورانا حاجات كتير نعملها. طب ما بدل ما تخشوا تسرقوا العقد من المتحف ادوا العيش لخبازه. ندي العيش لخبازه ازاي يا خالتي؟ قصدها يعني ان احنا نجيب عيش ونوزعه للسكيورتي ونحط لهم فيه مناوم فيناموا احنا نعرف ندخل. انا قصدي مش كل من رس الثواني قال على نفسه حلواني. بدل ما ندي لهم عيش نحط لهم ديزرت حلويات يعني مش فارقه كتير. انا قصدي تشوفوا لكم واحد حرامي يسرق لكم المتحف. حرامي ويسرق المتحف؟ انا مش مشترك معاكم في المؤامره القذره ديت. ما تهدى بقى يا عم سيف، خلينا نعرف نفكر. اقعد اقعد ارتاح، كملي يا معلمه. هنجيب حرامي في الاصل كان خباز وحلواني. انا هنزل الفرن الافرنجي اجيب لكم الحرامي ده. افرنجي ايه يا اخطل؟ الحلواني ده يبقى جوز امك الله يرحمه. كتك ست النيله. انا عايزه تنزلوا دلوقتي على قهوه الحراميه تستلقطوا لكم واحد حرام يكون كويس كده، وهو بقى اللي يخلص لكم الشغلانه دي كلها. انت تعرفي حد هناك يا خالتي؟ ده نعرف نقيب الحرامي حبيبي. خد خد يا متنيف. ايوه. طلع نمرته من على الموبايل، هتلاقيه متسجل منعم الحرام. منعم الحرام مسجلها كده؟ ايوه. ماشي حاضر. محمود الاردن، مصطفى شروكي سودا. ما بلاش بقى كده هتفتش الاسرار. ماشي. مين مصطفى شروكي سودا؟ اتنيل. شوف نمرته. حاضر حاضر. منعم الحرامي. ايه اتفضل يا معلمه. الو، ازيك يا واد يا منعم وازاي امك؟ اتقفشت؟ طب والبت دوحة؟ ايه اتقفشت برضو؟ ده الشبكه كلها وقعت بقى. امال ايه؟ الاداب شدت جامد اليومين دول. خالتك دي جامده بس. اي نو، امال بقى لو كنت حضرتيها ايام الدولاب. ايه ده، انا كمان وانا صغيره لما كنت بلعب هايد اند سيك كنت بستخبى في الدولاب. بطلي جهل بقى، الدولاب ده زي الديتوكس كده. ازاي؟ استغفر الله. انا هبعت لك ناس حبايبي عايزاك كده تستلقط لهم حرام. هو انت مكانك فين دلوقتي؟ ايه؟ لا لا، طب استنى هديك واحد توصف له الطريق عشان هو اللي هيسوق. خد. ايه عايزه ايه؟ خد رد على الراجل يخرب بيتك. ده حرامي، انا اكلم حرامي؟ خالته صباح، هتخليني اكلم حرامي انا يعني؟ يا واد يسمعك يا واد. يسمعني ايه؟ هو دكتور، ما هو حرامي هو عارف. خد يا واد، هنسهوك انت. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ يا فندم فين المكان بقى يا فندم؟ في الحكوره، عزبة العرانيس. ده فين دي بقى؟ في مدينة الشمامين؟ خليه يعمل لك شير لوكيشن على واتساب. شير لوكيشن ايه؟ بيقول لك عزبة العرانيس، اقول له شير لوكيشن؟ ايوه ايوه، انا هسال، انا ايوه هسال واجي. حاضر، متشكر، اجي لك عند البطزايه نفسها في عزبة العرانيس. حاضر يا فندم. طيب ماشي، هنيجي امتى؟ بكره. بكره؟ بكره يا معلم. ماشي يا فندم، مع السلامة. مع السلامة. زق قوي انت. مع السلامة. باي باي. سلام. انا مش هشترك في المؤامرة القذرة ديت. يعني هتسيبني اروح لوحدي؟ لا. هتيجي معانا يعني؟ لا. هاني. ايه المكان ده؟ ما تقلقش احنا ماشيين صح، انزل بس في المزلقان ده. هنزل فين بقى؟ الحق يا هاني. ايه في واحد معاه بلطة؟ بلطة ايه؟ هو ماشي في الغابة. غابة ايه؟ بقول لك بلطة مش بطة. ايوه يا عم سمعتها، دي اسمها سنجة. سنجة ايه السنجة دي؟ السنجة دي آلة موسيقية بيقعد يعزف عليها. يعزف عليها؟ ايه يا سيف؟ ايه يا سيف الغباء ده؟ ما عادي يعني، ما انا ما بنزلش من بيتنا الا وانا معايا القرن. قرن فلفل؟
عشان تشعوطي اي حد في عينيه. ما تقلقش ما تقلقش يا عم سيف، انت ماشي معاك هاني الدبدوب. ما تقولي حاجه يا شوشه، دي القعده صغرت قوي. ده دوبي 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 الحقوا، في طفل صغير مش لابس بنطلون اقسم بالله اهو. ايه ده فين ده؟ ايه ده؟ ده مش صغير، ده كبير. لا لا مش هبص. رجلتنا فين يا عيني؟ بس بص ما تخافش، مش ممكن المكان ده. يا نهار اسود، اقف اقف هتدوسوا. مش عارف عايز ايه. متقلقش، دول اهل المنطقه لما بيلاقوا حد غريب داخل عليهم فلازم يامنوا كده اهوت. مش انتوا في منطقتكم لما بتلاقي حد غريب بتامنوا؟ هاني انا من مصر الجديده، مصر الجديده بيخشها حوالي 2 مليون واحد كل يوم. اقف انا بقى في ميدان روكسي اهم من الشعب. خلاص خلاص انا هتصرف احل الحوار ده. انزل معايا. لا انزل انت. لا انزل عشان تتعلم كده وتعرف تتعامل في المواضيع دي. انزل. انا خايف. ما تخافش انزل، انت نازل معايا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. معلش بس يا مدير سكه كده عشان معانا حريم داخله. والحريم اللي هيعدوا دول بقى حلوين على كده؟ يعني شغالين قشطه بيقولوا يعني. بيقولوا انت ايه يابا، انت مش شواف ولا ايه؟ انت لو راجل شواف تعرف تترجمني صح. انت ايه ما تعرفش هاني الدبدوب؟ مين؟ هاني الدبدوب. وترى بقى دبدوب بحجره ولا زنبلك؟ على الطلاق حلوه. يا سيف بتنايل ليه؟ بتضحك على ايه؟ عشان ابان ابن حنك. بس اخرس خالص. حاضر. لا يابا، هاني الدبدوب بيشتغل بالطاقه السلبيه. صل على النبي. اه وروح بقى اسال كبيرك قول له مين هو هاني الدبدوب. انا ماليش كبير ياه. ايه ده؟ طب اشتري لك كبير. انا الكبير هنا ياه. والله ايه ده، معلش عشان انا مش من المنطقه دي. يعني حضرتك الكبير بتاع المنطقه؟ اه. هو اه ولا لا انت؟ يا عم بقول لك اه. معلش انت قلت الجمله ونفيتها برضه في نفس الوقت. معلش اصل شكلك صغير برضه وما يبانش عليه ان انت الكبير. انا شاب لكن ولا عمري الف عام. شغال في محل رخام وابويا شغال في اللحام. ما تاخدش على كلامي عشان عندي سكاب. طب ما تاخد برشام. على الطلاق حلوه. عسل. انا ابن حنك زيك. انت عسل. جاي تعمل ايه هنا؟ جاي لحن الكلمات اللي انت بتقولها دي. ما تهزرش، هو بس اللي يهزر. مش حقك عليا. معلش جاي ليه؟ جاي عشان اقابل المعلم منعم. معلم منعم مين؟ المعلم منعم مين؟ طب ثانية واحدة معلش خليني. شوشو. أنا دبدوبي. المعلم منعم اسمه المعلم منعم إيه؟ اسمه المعلم منعم الحرامي. ما عندناش حرامويا يا عسلويا. عسلويا؟ الحق دبدوبي ده بيقول لي عسلويا. خش يلا خش جوه. طب أنا جوه العربوية. جايين للمعلم منعم، لو سمحت يعني انده لنا على المعلم منعم. مفيش منعم هنا، اتكل على الله عشان ما أعملهاش معاه. يا لو سمحت أنت. أيوه عسل. لا مش عارف فين المعلم منعم، وسع لنا عشان احنا ندور عليه. ايه الاساتوك ده؟ بقول لك يا زميلي تعال. امرني. انا امشيك. الله يكرمك. بس ليه طلب سؤال ان. ايه طلب ايه؟ سؤال ان. اؤمن عادي. سيبها وخد عرقها. لا يابا خدها بعرقها يابا. ما يغلاش. بعرقها؟ ما يغلاش عليك. اخلص. عرقها ده عنده في منك. من المجنون. انا اسف جدا، انا مش عارف عملت كده ازاي. ايديا انت هتف على تف على هتعمل ايه؟ على الطلاق لا تموت يا دي النهارده. طب خليها تف. على الطلاق لا اقتلك. لا لا الله. حد ليه يشوف حاجه؟ طب حد شاف شوقي حامد؟ راح مشوار وراجع يا معلم. لما يرجع قولوا له المعلم منعم عايزك. يا معلم منعم. في ايه يا ولا؟ انا هاني حامد اخو شوقي حامد، وجايين لك من طرف الست صباح. صباح العيقه؟ الايه؟ العيقه. جايز. هي عيقه. سيبوهم. يرضيك يا سيد المعلمين، يتكتروا علينا ويلونوا على حريمنا ونقف ساكتين من غير ما ناخد حقنا؟ متوجه انت تضربونا هنا يالا؟ انت جاي تضربنا هنا يالا في منطقتنا؟ انت واكل ايه؟ والله لحم بطن من الصبح. ده انت ولعك زخانه بحالها. خد يا شيبه. يا معلم.
روح تعيش. فينو ولا كايزر يا معلم؟ فينو فينو. ماشي يا معلم. انا حيتك من تاني. استغفر الله العظيم. معلم انا اللي كنت بتضرب. انا حيتك من تاني. استغفر الله العظيم يا رب. الجراحة حلوة مفيش كلام، بس اخد الحق صنعة، واللي انت عملته ده مفيش فيه اي صنعة، دي دخلت انك لميت وانهم لميتون. واضح يا معلم انك متأثر بالفيلم ده قوي. فيلم ايه؟ فيلم ايه؟ مش بعدين. معاك سجاير؟ ما انت بتشرب معاه السلوى يا معلم. انت مالك؟ صح صح صح، اتفضل سيجارة يا معلم. هات العلبة كلها، حط السيجارة. انت فديت نفسك بالعلبة دي. ده لو ادينا له كيس شيبسي شوفوا هيعمل معانا ايه. انا هشغلك معايا. ماشي، بس انا مش بطولي. ايه فورياجي؟ مش اهواج انا. والنبي يا معلم فكك بس من الفيلم ده لحظه، وطالبين منك خدمه. احنا عايزينك تجيب لنا حرامي من عندك، عشان لو مؤاخذه كده عايزين نعمل عمليه. ما الحته كلها حراميه. لا، ما احنا عايزينك انت يا معلم اللي ترشح لنا حد. ما اقدرش يا بنتي، كلهم معزه واحده، كلهم اولادي. احنا قصدنا اننا عايزين حد يكون trustworthy. ها؟ يعني حد تكون بتضمنه. بس اضمن مين؟ دول كلهم حراميه. انتوا تروحوا على القهوه تفرزوا اللي تفرزوه وتختاروا اللي تختاروه. احنا نروح نعمل اوديشن للحراميه. اوكي، ولو حصل حاجه قولوا يا معلم منعم. دي معلم منعم دي زي جزر يعني، دي التعويذه. نيلي ده طلع خارق. واو، اتكلوا انتوا على الله. ماشي، باي. يا معلم خد العيش اهو، انت سبتهم يمشوا؟ احنا كده بنتف في عبينا. بلاش هرب بقى يا ولا. لو عندك علبه ايس كريم في الفريزر والنور قطع، تاكله هو سايح ولا تستنى اما النور يرجع والايس كريم يتجمد وتاكله؟ طب ما نجيب واحد جديد اسهل يا معلم. وكتر مصاريف كتر مصاريف يا ولا.